إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. ونحن مشاهدون الكرام في انتظار اتصالاتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. وإلى هذا الحين نبدأ بأسئلة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي غفر الله لنا وله، آمين يا رب، تبنى ابنه والآن تزوجت، فهل يعد زوجها محرما لأمي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. تبنى بمعنى أنه ربها في بيته وأنفق عليها حتى كبرت ثم زوجها لكونها لا أهل لها ولا عائل، نقول أحسنت وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، لكنه في هذه الحالة زوجها لا يكون محرما لأمك، أم السائل أو السائلة، وبالطبع هي نفسها أجنبية على أهل البيت جميعا بما فيهم الوالد رحمه الله الذي ربى وأنفق. أما إذا كان مقصد السائل أو السائلة أنه تبنى بمعنى أنه تبناها فكتبها باسمه، فهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة حرمته، فقد أجمع المسلمون على أن التبني نسخ وحرم في الإسلام، وبالتالي فلا يجوز أن يتبنى طفل ولا طفلة بمعنى أن يكتب منسوبا إلى من تبناه أو إلى من تبنته، لأن هذا قد أبطله الإسلام. وفي هذه الحالة إن كان الشيء هذا يعني التبني وقع من هذا الميت غفر الله لنا وله، فنقول فعله باطل، نسأل الله أن يغفر لنا وله. ثم أيضا في هذه الحالة سيكون الأمر أسوأ من الحالة الأولى، فلا البنت تعتبر محارم لها ولا هي من محارمكم، وزوجها يعتبر أجنبي عنكم جميعا وأنتم أجانب عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا الأخت السائلة وأمها يحسنان أو يعني إلى هذه الفتاة. نعم. لأنها برضو يعني تربت في كنفهم والرجل كان مسؤولا عنها، لعلها تقصد أن هو تكفلها. أنا قلت الاحتمال. نعم، فصل ذلك، وإن كان غير ذلك نسأل الله أن يغفر لنا ولو. وهي البنت جزاها الله خير الأخت السائلة قالت أبي غفر الله لنا وله، واضح، فهي دعت له بالمغفرة ولنا ولجميع المسلمين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا لقيت مبلغ 20 جنيه على سلم المنزل، وسألت أصحاب المنزل لأنهم يعلمون مواعيد السكان، فلم أجد لها أحد، مع العلم أنهم لم يسألوا شخص أو شخصا واحدا لأنه لم يأت قبل الميعاد اللي لقيت فيه المبلغ، مع العلم أننا تعثرنا ماليا فاستخدمناه، فما حكم هذه اللقطة وحكمها في العموم وجزاكم الله خير؟ نعم شيخ كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. ناخد أبو أحمد. أتفضل أستاذ أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك أستاذ أحمد؟ عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أستاذنا. تفضل يا أبو أحمد. إزي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. نعم حضرتك فاكرنا أنا اللي اتصلت بيك وشريت المبلغ والمرتب نعم فاكر حبيبي. بص حضرتك، هو بالنسبة للشيخ شعبان بس لما يجاوبني المرة اللي فاتت ما عرفتش أرد، هو الراجل دوت في العيد لما ادانا وزع 1000 جنيه، ايوه، يعني ما يعادل 1000 جنيه، وكتبوا 200 جنيه بس، يعني في 800 جنيه زياده الناس التانيين ما يعرفش عنهم حاجه. انا ملاحظ عليك حاجه يا ابو احمد. نعم، انت سالت السؤال ده تقريبا في وجود الشيخ شعبان وفي غير الشيخ شعبان، يعني انا خايف ان انت تقع في وسوسه. بس ايه دورنا؟ ايه
طيب. لان احنا في الاول خالص كنا قاعدين مع الرجل الشريك الثاني هو اللي نزلنا الشغل. طيب ماشي. طيب. ولما حصل حوار بقى يعني بعد سنة كان الراجل ده يعني انا جيت المحل الراجل ده مشى عشان كان في خلاف بينهم على ماديات وحاجات من ديت امور مالناش دعوه احنا بيها يعني. والمهم بعد السنة راجع تاني. فهو رجع انا ماسك المحل وانا 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 يعني هو اللي في الوش في كل حاجه. تمام تمام. بس فانا عايز اعرف دورنا احنا ايه بس مش اكتر يعني عشان يعني احنا دلوقتي عارفين الصح والغلط يعني الموجود. انا عارف ان هو بيصرف زياده وما بيكتبوش الراجل. طيب. اسمعني الراجل الموجود حاليا استقل بالمحل ولا الشركه ما زالت شركه؟ شركه. لا يا مولانا هو انا فاهم الصوره اصلا. احمد سأل السؤال اكتر من مره ان هو اداهم عيديه في العيد الماضي. أيوة ما كتير. وكتبها 50 جنيه ادى كل واحد يبدو انهم خمسه وادى كل واحد 200 جنيه ولما كتبهم لكل واحد 50 جنيه فيبدو ان كده في 800 جنيه فرق ما كتبوش. فبيقول احنا لينا دور ان احنا نبلغ يعني الشريك الثاني. صحيح احنا اللي خدنا الفلوس وهو بيقول انا المسؤول عنها امام الله عز وجل وهو احنا صعبانين عليه واحنا بناخد 900 جنيه وهو شايفنا ان احنا بناخد اقل من بقيه الناس اللي شغالين في المحلات. ناخد الاتصال ونجاوبك يا ابو احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انقطع الاتصال. نعم شيخي الكريم احنا كنا بنتكلم عن مسألة اللقطة والعشرين جنيه اللي اخينا الكريم وجدها وما شاء الله يعني وحكى الحكاية وبينها ومعرفش يصل اليها وهم كانوا متعثرين واستخدموا هذه العشرين جنيها فماذا عليهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا معلوم حكم اللقطة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعرف سنة كاملة. تعرف يعني يعلن عنها في المكان الذي يغلب على الظن وجود أصحابها فيه يعني في الشارع في الحارة في هي الحتة. أخت مش أخت. نعم. فيعلن عنها ويعرف بها حتى يأتي يعني صاحبها ولو استمر ذلك إلى عام كامل ثم بعد السنة الكاملة يجوز للملتقط هذه اللقطة أن ينتفع بها. وإن كان بعض أهل العلم جوز حتى بعد مرور السنة أنه لو تصدق بها فإنه يؤجر ويكون الأجر أيضا لصاحبها ويكون هذا الفعل أحب إلى أهل العلم من الفعل الأول وهو أن يختص نفسه وينتفع هو بها. أما موضوع السؤال فالأخت أو الأخ السائل بيتكلم في قصة 20 جنيها والعشرين الآن أصبحت مبلغا زهيدا يعني مما يتعافى فيه الناس وربما لا يغلب على الظن أن يبحث عنها صاحبها. فإن كنتم في حاجة وفي تعثر وانتفعتم بها فإنه لا بأس لكم بذلك وأن يسر الله عليكم بعد ذلك ولو بعد حين تصدقوا بهذه العشرين خير لكم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت آمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا. اتفضلي. لو سمحت كيف أحمد؟ أنا عايز كان زوجي يعني معاه 300 متر. ألو. زوج حضرتك ماله؟ معاه 300 متر. 300 متر. متر؟ أه. 300 متر إيه؟ مبني. شيخ احمد معايا؟ احمد معاكي نعم تفضلي. اه طبعا دلوقتي هو 55 سنة ماشي معايا؟ نعم الله يديله الصحة. 55 سنة. 300 ايه انا مش سامع. 300 متر مباني. 300 متر مباني تمام. اه طبعا هو دلوقتي في واحدة صغيرة سنة صغيرة يعني عايز ايه تلعب عليه وكده. فهو دلوقتي عايز يكتب لي القطعة دي يعني هل حرام ولا حلال؟ هو عايز يبني عايز يبني يكتبها لي يكتبها لك. اه طيب. اه فانا طبعا هو دلوقتي معاه ابن الزوجه الثاني فانا حبيه يكتبها لي وانا ادي حق ابنه مقدعه كده نصيبه وانا هكتبه له يعني. طيب فهمت. لاني واحده صغيره يعني ايه عايزه تلعب فيه وكده. تمام فهمت فهمت. انت حضرتك اصغر منه في السن وهو 55 سنة وعنده قطعة ارض مباني 300 متر وهو عنده ابن من زوجة اخرى يكتبها ليكي ولا ما يكتبها لكيش؟ حاضر حاضر يا امة الله جزاك الله خير عن السؤال. حد تاني ممكن ما يسألش والبركة انه سيكتب لي هذه الارض.
نعم شيخي الكريم، أخونا أبو أحمد جزا الله خيرا حريص أن يأكل حلالا وأن يطعم أبنائه من الحلال، ولكن هو بالغ في السؤال. يعني معذرة أبا أحمد، يا أبا أحمد أنا أحبك في الله ولكن سألت السؤال أكثر من مرة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أنا لا أعلم ما هو الجديد اليوم في السؤال، وهو نفس المعنى السابق. يعني سؤلت نفس السؤال، نفس المعنى السابق اللي أجابنا عليه مرة واثنين، وربما أحد يعني هو سؤال برضو في أكثر من الشيوخ الأفاضل أجاب عليه. الشاهد أنا ذكرت سابقا أكثر من مرة، قلت يا أخ أحمد بارك الله فيك جزاك الله خيرا أو أبو أحمد على السؤال وعلى تحري الحلال، لكن هذا الشريك آل إليه أمر إدارة المحل، فهو رئيس المحل الآن وهو المسؤول عما بينه وبين شريكه، رئيس العمال يعني. هو مسؤول عام عن المحل وعما بينه وبين شريكه، نحن لا نعلم حقائق الأمر بينه وبين شريكه، فهو الآن الذي آل إليه أمر المحل مع وجود الرجل الآخر حي يرزق عارف أن المحل تحت إدارة هذا الرجل، وهو من يتصرف فيه كيفما شاء ودواخلهم الله أعلم بها. فما دام الأمر كذلك والرجل يرى أن هؤلاء العمال قد بخسوا في حقوقهم من الشريك الأول الذي كان يدير المحل، فهو يحاول جاهدا رد بعض المظالم إلى هؤلاء، هو يحاول جاهد طبعا. ما هيعمل كده، ما هيعمل ايه؟ ما بيكتبش. ايوه، ما هو يعمل ايه؟ طب ناخد أمة الله ونعرض الإجابة ان شاء الله. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لو سمحت عندي كذا سؤال، بس عايزة الحكم فيه يجوز او هل يجوز او حرام او غير حرام. يعني عايزة اختصار في الإجابة. حاضر. ايوه عشان هما كذا سؤال. طيب حكم الطلب من حكم الطلب من المتصدق عليه بالدعاء للمتصدق مثلا بفك القلب، هل ده يجوز؟ حكم التسبيح والاستغفار في اوقات من غير تحريك اللسان، يعني من غير ما نحرك اللسان او شفايف، هل ده يجوز؟ متى نرفع ايدينا في الدعاء؟ وهل يجوز الدعاء في اوقات غير الصلاه؟ ولو شخص طلب من شخص ان يسامحه والشخص ده ضغط عليه جامد والشخص ده مش عايز يسامح وقال له انا سامحك، هل ده يعتبر سماح؟ يعني هو ما قبلش معلش يا أمة الله، هو لم يقبل منه المسامحه ولا قال له انا مسامحك؟ لا، هو مش قابل المسامحه، بس لما ضغط عليه قال له انا مسامحك، بس هو مش مسامح. هل ده يبقى اللي قال مش مسامح، يعني اللي قال انا مسامحك ده يبقى قاتل لان قلبه مش مسامح؟ حاضر. وعايزه اعرف من يصلي في حجر اسماعيل كانه صلى في الجوف الكعبه فعلا لانها من البيت. طيب شكرا، جزاك الله خير. جزاك الله خيرا، اسئله طيبه وبارك الله فيك يا امه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي كريم، احنا كنا بنجاوب لسه. انا اقول ان الشريك الحالي اللي بيدير المحل بيديره عين عينك، يعني التاني مش قاعد على ودانه. هو بيقول يقولون. هو ابو احمد او بيسال ويكرر احنا دورنا ايه؟ دوره ان كان يرى في الامر ما يثيره ينصح الراجل اللي بيدير المحل. بيقول له انا اللي هتسال امام بس الله. بس خلاص يبدو انهم كلموه فعلا. بس خلاص قول لهم انا المسؤول امام الله. ده كويس الحبيب. انا حاسس ان الراجل ده عنده ساعه صدر. يا سيد الحبيب يعني. انا واخد بالي، هو الاخ ابو احمد مش واخد باله من نقطه جوهريه في الموضوع. هو الراجل ده بيدير المحل لابس طاقية لخفة ولا بيدير المحل والآخر الشريك الآخر على قيد الحياة يسمع ويرى ومقر بإدارة صاحبنا ده للمحل؟ بس ما يعرفش اللي بيكتب إيه. يا سيد الحبيب، هو بيدير المحل في وضح النهار برضاء الطرف الأول وبتفويض كامل منهم. يعني أبو أحمد يعني ما فيش مشكلة، ما احنا قلنا طالما هو ما بيطلبش منهم حاجة حرام أو إنه هو يبخث الشريك الآخر، هو لا يهتم بهذا الأمر. لكن لو هو بيديهم ال 200 جنيه وبيقول لهم بس انا عايزكم بقى تساعدوني في سرقه الاخر وان انتم تساعدوني في ان احنا نختلس الرجل او يطلب منهم اشياء لا يعني غير منطقيه. يا عم الراجل بيرد لهم بعض المظالم السابقه. لكن هو لم يطلب منهم حرام. هو بيرد بعض المظالم السابقه مش اكتر. تمام، فهو يطمئن. اطمئن يا ابا احمد، ربنا يرزقنا واياك الحلال. الاخت ساميه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ احمد معايا؟ احمد مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. من فضل حضرتك، عايزه عندي سؤالين للشيخ شعبان. اتفضلي. نعم. اول سؤال، انا في اخت فاضله في المسجد يعني بتلم فلوس علشان تعمل اضحيه لليتامى يعني في العيد،
هل يجوز من زكاة المال بتاعتي ان انا اديها منها؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، زكاة المال بتاعتي تحول يعني تحل ان شاء الله في الحجة، يعني لسه اقدمها مقدما يعني، بس في اثناء زكاة المال بتاعتي في عيلتين كده هو عائلهم تعبان، واحدة عائلها يعني دراعه مبتور وواحدة جوزها عيان قوي قوي، لو اديتها فلوس مرة واحدة ممكن تبقى يعني عليها التزامات كل شهر ايجار ومية ونور وكده، ممكن انا اخلي معايا الزكاة واديها لها كل شهر حاجة، ولا لازم انا في والفلوس تبقى معايا كل حاجه ومش هفرط فيها يعني حدها لها كل شهر حاجه؟ واضح سؤال، ما يتراكمش عليها ايجار، ما يتراكمش عليها نور، ما يتراكمش عليها حاجات كده زي كده يعني. طيب يجوز ولا لازم ان انا اطلع الزكاه في وقتها على طول؟ تمام، حاضر وشكرا، جزاك الله خير. واياك يا اختنا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختنا. نعم شيخنا الكريم، اجبنا الاخ ابا احمد جزاك الله خيرا. الاخت امه الله، مساله 300 متر مباني اللي هم ملك زوجها، وهو عنده ابن من زوجة أخرى، ويريد هذا الزوج اللي هو عمره 55 سنة، ربنا يديله الصحة والعافية، ويبدو أن الأخت أصغر منه في السن، فهو يريد أن يكافئها. هي تقول له أكتب أم لا يكتب؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الصواب أنه لا يكتب لها ولا يكتب لابنه، إنما إذا أراد ترك الأمر لحكم الله عز وجل في الميراث فهذا هو الأفضل، وإذا أراد أن يكتب فليكتب للزوجة نصيبها الشرعي، وليكتب للابن باقي التركة، هذه زوجة وهذا زوج معه أولاد، فهي حقها الشرعي الآن تمن الأرض اللي هي 300 متر. إذا أراد أن يكتب التمن للزوجة ويكتب ما تبقى للابن حسما لمدة الخلاف عشان ما يختلفوش من بعده، يبقى هو كده أحسن، إنما يكتب للولد ولا يكتب للزوجة إهدار لحقها، يبقى ضيع حقها. نعم. أو يكتب للزوجة ولا يكتب للولد، يبقى هذا إهدار لحق الولد وتضييع له، وسيسأل عن هذا أمام الله عز وجل. إذا لا يكتب لها ولا يكتب له، عايز يكتب يكتب للاثنين، ويكتب للزوجة نصيبها الشرعي اللي هو التمن، ويكتب للابن نصيبه الشرعي. والأفضل ألا يكتب. نعم. ألا يكتب هذا والله أعلم. نعم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني في ناس كتبت ثم ندمت بعد ذلك. نعم. في حياتها. نعم. من معنا؟ السلام عليكم. أم محمود. الله وبركاته. أم محمود تفضل يا أم محمود. لو سمحت عايز أسأل الشيخ، أنا حضرت غسل واحدة حاجة وأنا عليها الحيض، يعني جتنا حق قد مية لها كده، ووديه للست اللي بتغسل تغسلها، هل عليها ورد؟ حاضر، فأمان الله يا أم محمود، ربنا يرحم الجميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أمة الله، حكم الدعاء وبعد، يعني هو اداله صدقة فقال للمتصدق عليه يعني ادعو الله لي بفك الكرب، فهل يجوز هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، كره بعض أهل العلم هذا الفعل، وقالوا هو يعني في معنى طلب المقابل كما يقولون. فكرهوا هذا لأن الزكاة عبادة محضة، ولأنها حق للفقير في مال الغني، فلا يجوز أن يطلب لها مقابل أو أنه يستخدمه أصلا. أخذ بالك. فكره ذلك بعض أهل العلم، إنما أنا كمزكي أعطي زكاتي من يستحق من الفقراء، فأنا إذا أعطيته هو بالطبع سيكون المكافأة حاضرة على لسانه، فسيقول جزاك الله خيرا، وسع الله عليك، ربنا لا يحكم فيك حاكم ظالم. أمين. هو من سيتطوع بالدعاء لهذا المزكي أو لهذا المتصدق، إنما الطلب منه في مقابل الصدقة أو الزكاة كره ذلك كثير من أهل العلم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو أنا يعني في ناس أيضا تستخدم من تتصدق عليه. أنا يعني هذا أسوأ. أسوأ، يقول له تعالى وبعد ما يديله الفلوس يشغله. نعم. كأنه بياخد حقه برضه، أو يشغله الأول وبعدين يقول لك أنا بتصدق عليه، لكن هو شغله أجري. نعم. لا لا، هذا أسوأ. نعم، نسأل الله العافية. حكم التسبيح دون تحريك اللسان أو يعني الشفتين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، ما احنا ذكرنا مرارا قبل ذلك أن التسبيح والذكر درجات، فأعظم درجات التسبيح أن يكون تسبيح بالقلب واللسان معا. نعم. وأدنى منها أن يكون التسبيح بالقلب، وأدنى منها أن يكون التسبيح باللسان دون القلب. لكن المرحلة اللي بتسأل عنها أختنا السائلة وهي التسبيح في الخاطر،
يعني في البال في الخاطر دون تحريك الشفاه وربما دون حضور قلب. هذه درجة دنيا قليلة جدا من درجات التسبيح، لكن هل تعدم الأجر عليها؟ لا طبعا، وبيستحضر عظمة الله عز وجل في قلبي. يا ريت نعم. يا ريت ده يبقى ده تسبيح صحيح. القلب نقول له كمل هذا بتسبيح الشفاه، هو كأنه عايش يعني في معية الله عز وجل. نقول له طيب كمل بقى هذا بإيه؟ بتحريك الشفاه والنطق بالأذكار، لأنه كل ما ورد من أحاديث الذكر أستاذ أحمد النبي عليه الصلاة والسلام بيربطها ربطا وثيقا باللسان. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول لك كذا، أو من قال سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان أو كلمتان فكلها فيها إيه ذكر. قال والقول هنا على تفسير أهل العلم قول بلسان. القلب وقول اللسان، قول القلب يعني حضوره وخشوعه واستحضاره عظمة الله عز وجل، واللسان وهو النطق. لكن هنفترض جدرا أنه هو ذكر الله عز وجل في نفسه، لأن بعض أهل العلم يقولون من ذكرني في نفسه يعني بقلبه ذكرته في نفسي، فذكر القلب إن كان في الخاطر والقلب حاضر وخاشع إن شاء الله لا يعدم الأجر عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى كما قال الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حكم رفع اليدين في الدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، عليه الصلاة والسلام. رفع اليدين في الدعاء أدب من أدب الدعاء، وقد ورد الحديث بذلك في أكثر من كتاب من كتب السنة كمسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حيي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما عليه صفرا خاويتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأن يرفع العبد إليه يديه. وأهل العلم يقولون في قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه تبارك وتعالى متضرعا خاشعا رافعا يديه إلى السماء. وورد الحديث أيضا في شأن الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فالرجل هذا الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. ولذلك قال أهل العلم من المحدثين كالسيوطي وغيره أنه أدب أنه رفع اليدين في الدعاء أدب متواتر تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم محمد السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أحمد. والحمد لله. تفضلي يا أختنا الله يرضى عنك. تفضل. لو سمحت عندي سؤالين بس للشيخ صعبان لو سمحت. تفضل. لو سمحت أنا اللي كنت بتسرت بيت في رمضان اللي أنا جوزي متوفي شهر رمضان 4 رمضان ومعي أولاد صغيرين كده. نعم. أنا عاوز أعرف هي الفاتحة توصل للميت وكده؟ الفاتحة؟ يعني قراية الفاتحة لما أنا وأولادي الأولاد يقروا الفاتحة لجواهم بتوصل للميت؟ السؤال الثاني الشيخ أحمد لو سمحت، أنا شفت رؤية بالليل أنا شايلة ابني اللي عنده 2.5 سنين وماشية في طريق طويل، ففجأة لقيت السماء وطت من ناحية وطلع منها كلها عصافير خضراء، فبقول لي لمحمد اللي هو عنده 2 سنين بص يا محمد الله الجنة وإيه، قول لي البابا الله يرحمه واجعله من أهل الجنة، فالولد نطق ورايا زي ما بقول، ففجأة ببص للسماء لقيتها كلها أطفال مطفوفة بأبيض، فبقول له والله يا محمد قول لي البابا الله يرحمه واجعله من أهل الجنة تاني، فرد علي فرد السؤال تاني ورايا، فأنا عاوز أعرف يعني الرؤية دي يا شيخ أحمد وبالله عليك ادعي لي لأولادي ربنا يرحمه ويرحمه يا رب ويجعله من أهل الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. هل يجوز أي أختنا سألت سريعا فما عرفش أنا كتبت السؤال وراءها يعني صوابا أم خطأ، هل يجوز الدعاء في غير الصلاة؟ ما عرفش أنا في غير أوقات الصلاة، في غير أوقات الصلاة ذكر في غير أوقات الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة، فالدعاء هو من أجل العبادات التي فيها تضرع وخشوع وافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك لم يرتبط بوقت معين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إنما الدعاء أثناء الصلاة
هذا أقرب ما يكون العبد من ربه، فهذا أرجى أن يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. لذلك ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وليس هذا منعا للدعاء في غير أوقات الصلاة، لكن الدعاء عبادة مطلقة غير مقيدة بوقت، لكن أفضل الدعاء ما كان في السجود لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأفضل الدعاء ما كان في أوقات الإجابة خاصة في جوف الليل الآخر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا يا شيخ أحمد، أنا اتصلت عليك من 5 دقائق. نعم. أنا معايا ولدين وبنت من زوجي وكده. من زوجك؟ أنا معايا يعني في أولاد تانية يعني هي قالت أنا معايا ولدين وبنت، أنا معايا ولدين وبنت منها. تمام. فهو طبعا ده في واحدة دلوقتي هي بقول لك يعني صغيرة في السن وعايزة تلوف عليه وكده، فأنا عايز أحفظ حق عيالي. تمام يا شيخ أحمد؟ واضح. أنا متجوزة هي 26 سنة. تمام ما شاء الله. فلما اكتشفت يعني إن واحدة بتلوف عليه وكده سنها 29 سنة، فقال لي خلاص وهحسب لك ال 300 متر اللي معايا ليك وللعيال. فأنا طبعا أنا معايا ولدين وبنت وهو معاه ولد. اي واضح واضح، ولدين وبنت وهو ما هو يعني كده انا حد حد ابنه يعني المره الاولانيه مطالبه برضه من زمان ومضيع 29 سنه متجوزه واحد غيره. طب واضح الكلام يعني. واضح الكلام. حاضر. فانا عايز اضمن حد. هل هو اشترى حاجه للابن اللي هو من الزوجه الاخرى المطلقه؟ يعني اشترى له ارض، اشترى له شقه؟ احنا كنا لا احنا كنا بنحتكم على 300 متر والولد قاعد معايا، ده كل التركه 300 متر بس. طيب واضح. واضح. الواحدة الصغيرة دي عايزة تلوف عليه، فهو قال لي خلاص يعني انا هكتب لك 300 متر انت تجينا معايا عليه. طيب. وانا حد ابنه يعني مني في حد فيه نصيب ما يخصه هتنزله انا يعني. انت هتدي له، انت هتدي الولد اللي هو من الزوجة الثانية؟ هديه انا نصيبه يعني كان 60 متر وكده هديها له كده يعني. طب خلاص انت حلاه وهو عايز يروح يتجوز شكله كده. لا هو لاف عليها واحده يعني. ما انا فهمت، ما يعني خليها ماشيه هيتجوزها، خليه يتجوزها. طيب شيخنا يا جو، اصل كلمه لايف عليه دي انا مش عارف معناها ايه، لكن اعرف ان هو عايز يتجوز، لكن لايف عليه ما المعنى يذهب الذهن اليه كل مذهب. مين اللايف على التاني؟ انا معايا ولدين كبار، واحد هيتجوز وواحد في هندسه وواحده متزوجه. ما شاء الله ماشي. وفي اولاد كبار يعني انا حرام اللي يكتب لي وكده. شيخ انا حدي حد ابنه يعني انا حديها حدي 60 متر تحته او كان 70 او اي حاجه. واضح الكلام خلاص يعني. عشان نلحق نجاوبك يا امه الله. حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك سامحني وانت مش عايز تسامحني، فبضغط سامحتك والقلب لم يسامح وهذا لا يعلمه الا الله. فهل ياثم الذي لم يسامح برضا وقلبه ما زال غاضبا من الآخر؟ شيخ الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا والله مسامح. وأنا كمان أسف والله. ده أنا السؤال بس طلب مسامحتي ممن كان بيني وبينه شحناء ده شيء طيب، جزا الله خير. نعم، لأنه نوع من الاسترضاء. تمام. ونوع من الاعتذار الضمني. فالواجب في هذه الحالة على الطرف الثاني ألا يكون متشددا، لأن الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولأن الله تعالى يقول وأن تعفوا أقرب للتقوى. فأنا أخي طلبت منك المسامحة وشددت عليك في هذا الطلب، يعني ألحيت عليك، هذا ليس ضغطا إنما هذا إلحاح ونوع من الاسترضاء ونوع من الاعتذار الضمني. وفي هذه الحالة لو انتهى الأمر إلى أن الطرف الآخر قال لي خلاص يا عمي أنا مسامحك، فنحن لنا الظاهر على الله سرائر ونكل إلى الله تبارك وتعالى ما خفي من السرائر، فالقلب لا يعلمه إلا الله عز وجل. أنا أعتبر هذه المقولة أنه سامح بالفعل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأستاذ طه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. معنا سؤال للشيخ لو سمحت. تفضل. نعم. بالنسبه لسجود السهو لو سمحت، لو انا بصلي ركعتين سنه مثلا او الصبح وحصل سهو جبت ركعه ثالثه. طيب. وسؤال ثاني، لو انا اخرت الشفع والوتر مثلا لغايه بالليل
وجيت صاحب لي بالفجر أذن الواحد يعمل اسم في الشفا والوتر. حاضر. شكرا. أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خطاه. نعم شيخي الكريم، الوقت يداهمنا. من يصلي في حجر إسماعيل عليه السلام، هل كأنه صلى بالفعل داخل الكعبة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، حجر إسماعيل باتفاق المسلمين إنما هو جزء من الكعبة، انتقصت النفقة من مشرك مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما أعاد آخر تجديد وآخر بناء للكعبة، فحالت النفقة دون أن يدخل هذا الجزء إلى الكعبة المشرفة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينوي، يرغب ويريد وينوي أن يضم هذا الجزء إلى الكعبة، لكنه خشي الفتنة عليه صلوات الله وسلامه، كما ورد الحديث: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم، ولأدخلت فيها حجر إسماعيل وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا إلى آخره. فهو جزء من الكعبة. إذا من صلى في حجر إسماعيل فيه كأنما صلى في جوف الكعبة. لكن في إضافة مهمة. طب قبل هذه الإضافة نأخذ هذا الاتصال. إنه لا، قبل الاتصال. طيب. إنه لم يرد أصلا حديث يصح في فضل الصلاة سواء في حجر إسماعيل أو في جوف الكعبة أو في الروضة النبوية، وإن كانت البقاع طاهرة ومباركة وشريفة، لكن لم ترد أحاديث في فضل الصلاة في هذه البقاع. الأحاديث الوردة فقط في فضل الصلاة في الحرم الشريف المكي أو في الحرم الشريف المدني، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عشان الناس لا تتزاحم في الصلاة داخل حجر إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله، تفضلي. عايزة ترسلين لو سمحت. تفضلي سريعا عشان الوقت بس. تفضلي. طيب انا بتوضى صلاة قيام الليل. نعم. وبعدين بلبس شراب، وبعدين بتنين الى الصلاة حابد بصلي العشاء كل ما اتوضى امسح عليه. هل كده صح ولا غلط؟ حاضر. السؤال الثاني. قيام الليل لحد كل ما حد بعد صلاة العشاء. يعني بتصلي قيام الليل بنفس الشراب؟ ايوه. تمام. ايوه بتوضى قيام الليل والبس الشراب وتنيني امس عليه بقى كل ما عاوز اتوضى لحد صلاه العشاء. العشاء تاني يوم؟ نعم. لحد العشاء تاني يوم. كل يوم البس شراب شكلي، يعني كل يوم البس شراب جديد. طيب خلاص تمام ماشي. ولو سمحت في كمان سؤال. اتفضل. واحد بياخد فلوس من الناس وبيشغلها وبيديهم، بيشتري اراضي يعني وكده، وبيدي على الالف على المئة ألف 2000 جنيه، ولما قلنا لهم ضريبة وحرام بدل ما يخلي 2000 يخلوهم 1500 مرة 2500 بقى، يعني كده يزود مرة 50 ينقص مرة 50 كده. الفلوس ضريبة ولا مش ضريبة؟ طيب حاضر يا أختنا، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الأخت سامية أخت بتجمع المال لأضحية زكاة، يعني هي زكاة المال بتتجمع لأضحية، فهل تخرج لها زكاة مالها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كانت هذه الأضحية عن الذبيحة ستوزع بالكامل على الفقراء والمساكين فيجوز لي أن أضع بعض زكاة مالي فيها. نعم يجوز أن أضع بعض زكاة مالي في هذه الأضحية ما دامت الذبيحة ستفرق بالكامل على الفقراء. تمام. والمساكين، فإنما الزكاة حق الفقراء والصدقة أيضا حق الفقراء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هي زكاة مالها في ذي الحجة، ربنا يتقبل يا رب العالمين. وفي هناك عائلتان وهي وصفت حكم يعني حالة العائلتين، فهل لها أن تقسط يعني تدفع لهم زكاة المال شهريا مرة للكهرباء مرة مش عارف للإيجار؟ نعم. وكده، ولا تدفع لهما زكاة المال مرة واحدة؟ شيخي الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. عادة ما يقول أهل العلم ندفع الزكاة بالطريقة الأيسر للمزكي والأنفع للفقير، فالأيسر للمزكي والأنفع للفقير في هذه الحالة بالفعل أن نقسط الزكاة حسب حاجة الفقير الشهرية، وإلا لو أعطيناه الزكاة دفعة واحدة فربما يكون هناك من لا يحسن التصرف فينفقها جميعا في شهر واحد ويصبح بعد كده عالة على غيره في بقية أشهر السنة. لكن لا تفعلي هذا مؤخرا، إنما افعلي هذا مقدما، بمعنى أنت زكاتك في ذي الحجة، تعالي من بداية العام اللي هو يبقى محرم بقى بداية العام بتاعك، من بداية العام حتى نهايتي عندنا 12 شهر،
ادفعي الزكوات على هذه الاقساط ال 12 وتيجي في اخر للعام القادم مش الماضي للعام القادم في اخر الحول دفعت ال 12 قسط والله 6000 جنيه شوفي انت زكاتك بالكامل كام طلعت الستة هي اللي دفعت خير وبركة طلعت الزكاة يعني أقل شوية أنت دفعت 100 ولا 200 زيادة خير وبركة طلعت الزكاة أكتر شوية 100 ولا 200 تخرجي باقي ما يتبقى عليك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم محمود السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن معلش آخر حلقة أستاذ أيمن بقى. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن. زحمك شيخ الحمد لله رب العالمين. طب لو سمحت عندي سؤال هو عندي واحدة تسألني بتقولي هل يجوز القيام بمستحبات الغسل على مراحل؟ هل يجوز القيام بيه عبد الرحمن؟ هل يجوز مستحبات الغسل على مراحل هل يجوز القيام بمستحبات الغسل على مراحل؟ طيب واضح انت عبد الرحمن عندك 13 سنة مش كده؟ ايوه الله يرضى عنك يا فضل عبد الرحمن فضل. وعندي اختي اللي بيها يعني هي بتنزل صور بنات والبنات دول هي بتحبهم وهم ستات او بنات يعني هل يجوز كده ولا ما ينفعش حرام؟ الصور دي على الهاتف بتاعها؟ اه على الهاتف بتاعها. لا طيب هو استخدام شخصي ولا حد بيطلع على الهاتف؟ لا استخدام شخصي. طيب حاضر شيخنا يجاوبك. حاضر حاضر مع السلامة. في سؤال كمان هات بسرعة بس عشان خلاص. لا البنات اللي هي بتنزلهم دول مش مسلمات غير مسلمات. حاضر طيب تم شكرا مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 10 دقائق تقريبا شيخ الكريم. أم محمود غسلت تقريبا الله يرحم جميع الموتى أخته هي كانت يعني على الحيض أو فهل عليه وزر شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني المغسلة كانت حائضا وغسلت هذه الميتة أقول وبالله التوفيق نعم يجوز أن تغسل المرأة الحائض هذه الميتة إذا لم يتيسر مغسلة أخرى غيرها لأنه لا يشترط في المغسلة أو المغسل أن يكون طاهرا. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه الحائض ليس بيدك إن حيضتك ليست بيدك إنما هي قدر مكتوب من الله عز وجل متى انتهى في قدر الله ستغتسلين وتطهرين. الشاهد يجوز أن تقوم الحائض بتغسيل الميتة إذا لم يتيسر غيرها والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أم محمد زوجها رحمة الله عليه توفي 4 رمضان كما ذكرت فتسأل عن قراءة الفاتحة له وهي وأبناؤها إذا قرأوا الفاتحة هل تصلوا إليه رحمة الله عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد هذه المسألة فيها خلاف كبير مشهور عند أهل العلم وهم فريقان أما الشافعي ومالك فقد ذهب إلى أنه لا يجوز إهداء القرآن كقربة إلى الأموات ولا ينفعهم ذلك وحجتهم في هذا قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وحجتهم أيضا أن هذا لم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه قرأ القرآن على ميت من أمواتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فالدين ما كان على عهدهم وما لم يكن على عهدهم دينا فلا يكون إلى يوم القيامة دينا. ده القول الأول. القول الثاني قول ما الإمام أحمد وأبو حنيفة بجواز إهداء القربات للأموات ومنها قراءة القرآن. لو عندك اتصال خده عشان بس ناخد دقيقة كده. استاذ علي الاتصال الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا تفضل. سؤال بس الشيخ بإذن حضرتك. أنا زوجتي حامل في الشهر السادس ما شاء الله وفي تشوهات في الجنين يعني رحنا كذا دكتور وقال في تشوه في المخ وفي الصدر وفي البطن وقالوا هيموت يعني ما فيش حل غير كده. ربنا يهديك بالرحمه. الحمد لله على كل حال. وقبل كده كان في حمل وكان في نفس المشكله وتوفى. فالسؤال للشيخ بقى بين حضرتك يعني هل ينفع نجده ولا لا؟ بس هو انا سامع الدكتور قال ما فيش درع عظام. ايه في السادس؟ ماشي. حاضر. كده حاضر استاذ علي. حاضر استاذ علي تمام. لا نعم شيخنا الكريم اقول على قراءه القران للميت الامام احمد والامام ابو حنيفه ذهبا
إلى مشروعية إهداء القربات عامة للأموات ومنها قراءة القرآن، وقد رجح هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم عليهما رحمة الله تعالى، فجوز أن نقرأ القرآن وأن نهدي ثوابه للميت. وأبو حنيفة عليه رحمة الله اختار من القرآن فاتحة الكتاب، استحبها لأنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام أحمد فقد اختار آية الكرسي، قال والأحب إلي أن يقرأ آية الكرسي لأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ولو قرأ الإنسان غيرها من القرآن الكريم من أي سورة فإن هذا جائز عند هؤلاء الأعلام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة الحلم اللي هي الأخت حلمته وهي شايلة ابنها عمره 2.5 سنين، ربنا يبارك له يا رب، وهي في الطريق الطويل لقيت السماء والعصافير والسماء كانت خضراء، وقالت الله يرحمه، وابنها ردد هذا الدعاء وكررت، هل هذا فيه بشرى شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد أنا يعني عايز أنبه إخواننا أخواتنا لأنه ما دام ما رأه في النوم ليس فيه ما يرعبه أو يخوفه فإنه يستبشر بذلك خيرا، يعني ما فيش حاجة تخوف في الحلم، يعني إيه لا شاف أنه بيسقط ولا شاف أنه هو نار مشتعلة مش عارف إيه ولا شاف أنه هو بيطارد ولا بي، فما دام الحمد لله ليس فيما رآه في نومه أو رأته في نومها شيئا خوفها أو خوف ابنها أو أذاها أو أذى ابنها فإن هذا يكون إن شاء الله عز وجل من الرؤية الحسنة، ويكون هذا من المبشرات، فقد رأت السماء ورأت الطير الخضر، وهذا من يعني من طيور الجنة في حواصل طير خضر، وترحمت على زوجها والولد الصغير صغير جدا 2 سنين أجاب أيضا وترحم على والده، وبالتالي هذه كلها إن شاء الله عز وجل من المبشرات، لكن لا تعتمدي على هذا فقط، إنما عليك أن تجتهدي لهذا الزوج وفاء له بعد موته بالدعاء الدائم وما تيسر من الصدقة والقربات عنه، لعل الله عز وجل أن يوسع عليه قبره وأن يجعله روضة من رياض الجنة، وهذا أيضا يفيدك أنت وتؤجرين عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما طلاء عودت الاتصال ومسألة 300 متر المباني، ويبدو المسألة فيها قصة، مسألة بقى ليفة ما عرفش الست دي إيه، أسأل الله عز وجل أنه يحفظهم هي وأبنائها، والأمر فيه يعني لعبكة كده، ويبدو أنه هي بتقول اكتب لي، لا لا الامر ما فيهوش لعبك يا استاذ احمد، هو ببساطه شديده هنفترض جدلا بتقول انا هدي له حق ابنه الثاني اللي هو من الزوجه الاخرى، هنفترض جدلا الرجل مقدم بالفعل على زواج، لو زواج يا ريت يعني ما فيش مشاكل، ما دام مقدم على زواج احسن ما يكون حاجه ثانيه، نحن نصحنا في البدايه وقلنا الافضل الا يكتب لا للزوجه ولا للولد، وأن يدع الأمر لقسمة الله وحكم الله تبارك وتعالى، فربك ليس بظلام للعبيد. لكن إن كان تحت ضغط أنه هو عايز يتزوج فيوم إحنا نضغط عليه لا اكتب لنا عشان صاحبتنا دي اللي هيتزوجها لا تشاركنا الميراث، هذا حرام حرام حرام، فلا يجوز له أن يكتب إذا كان الأمر زواجا، إذا كان الأمر فلا يجوز له أن يكتب، لأن هذا إهدار لهذه الزوجة اللي هي تأتي على كتاب الله وسنة رسوله، وفي الحالة دي إذا بقيت الزوجة الأولى معاه وجاءت الزوجة الثانية يختلف القسم ويختلف الوضع تماما، فالاثنين هياخدوا الثمن، وما تبقى فللأولاد جميعا، الولدين والبنت اللي معاها والولد الكبير للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ طه يسأل عن حكم سجود السهو، هو بيصلي السنة وأتى بالركعة الثالثة فماذا يفعل شيخ الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا جاء المصلي بأي شيء زائد في صلاته أو بأي شيء ناقص في صلاته ففي هذه الحالة عليه أن يسجد سجود السهو، إن كان الخطأ بالزيادة ركعة زيادة ولا سجدة زيادة ولا شيء من هذا القبيل فيكون سجود السهو بعد التسليم أفضل، وإن كان الخطأ الذي وقع فيه شيئا انتقصه من صلاته يكمل النقص الذي انتقصه من صلاته إذا تذكره، وبعدين يتشهد ثم يسجد للسهو قبل التسليم، يعني في حالة النقصان نسجد قبل التسليم أفضل، وفي حالة الزيادة نسجد بعد التسليم أفضل، سواء الصلاة بقى فريضة أو نافلة على حد سواء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخر الوتر والأذان، أذان الفجر أذن للفجر، فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالجماهير من الفقهاء قالوا بقضاء، بمشروعية قضاء النوافل إذا فاتتنا. فواحد فاتوا الركعتين بعد الظهر ممكن يصليهم متى تذكرهم، نعم يجوز. فاتوا الركعتين بعد المغرب ممكن يصليهم بعد ما يتذكرهم في أي توقيت من الليل أو نهار، يجوز. فالجماهير من الفقهاء على مشروعية قضاء الفوائت من الصلوات النوافل، سواء شفع ولا سواء ركعتين بعد الظهر أو بعد المغرب أو غيره. إنما هناك آخرون من أهل العلم يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، بمعنى أن صلاة النهار ليس فيها وتر، إنما صلاة النهار شفعا دائما. فيقولون بأنه في هذه الحالة عليه أن يصلي 12 ركعة. أنا أختار له القول الأول. أيوة نعم. وهو أنه إذا فاته الشفع أو الوتر أو الاثنين متى تذكرهم قضاهم، لقول عليه الصلاة والسلام في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا نعم. كفارة لها إلا ذلك، تدخل فيها الفريضة والنافلة على حد سواء، والله أعلم. جزاك الله خيرا. قيام الليل، أمة الله تسأل عن قيام الليل، هي بتلبس الشراب بعد العشاء وتصلي ما شاء الله لها أن تصلي في الليل، بتمسح طبعا على الجورب اليوم التالي بقى الفجر والظهر والعصر والمغرب حتى العشاء، وتفعل ما فعلته يعني في الليلة القادمة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول لأختنا السائلة ما تفعلينه من الوضوء ثم أن تلبسين الشراب الجورب وتمسحين عليه اليوم صبيحته إلى العشاء، هذا شيء صحيح وصواب، وصلاتك صحيحة ولا غبار عليك، لأن هذا مأثور ومسنون للمقيم يوما بليلة وللمسافر ثلاثة أيام، وأنت ما دمت مقيمة فافعلي ما تفعلين وهو صواب إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. رجل يأخذ أموال الناس ويستثمرها لهم، ولكن طبعا هو في الأراضي، ياخذ المئة ألف وعن كل شهر بيديهم 2000 جنيه تقريبا، لما قالوا ده حرام وربا ابتدى بقى ايه، مرة 2000 مرة 2000 مرة 1800 مرة 1500 خلاص بقى انتم عايزين كده. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد الطريقة الأولى غلط والطريقة الثانية غلط، أما اللي يعمل ايه الصح الصواب يشغل نساء. يا سيدي خد المئة ألف وشوف راس مالك كام واشركنا معاك في النمرة اللي بتشتريها او التقسيم الارض اللي انت بتشتريه على قد نسبة المئة الف بتاعتنا. مثلا هنفترض انت اشتريت ارض بمليون جنيه، يبقى احنا شركائك في الارض دي بعشرة في المية. لما يا سيدي تبيع وتكسب تدينا 10% من الارباح، وحلال عليك 90%. انما بقى النظام مرة يدي الف ومرة يدي الف ونص، ده كلام ملوش اصل، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الاخ عبد الرحمن، هل يجوز القيام بالمستحبات في الغسل على مراحل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد عبد الرحمن سأل السؤال ده قبل كده، وقلنا انه عامة اهل العلم يقولون بوجوب الموالاة في الغسل والوضوء، يعني ما ينفعش في الوضوء اغسل ايدي وبعدين اروح اكل سندويتش وارجع اتمضمض وبعدين اشرب كوباية شاي وبعدين اغسل وشي وبعدين ارد على الموبايل وبعدين اغسل الذراعين، ما ينفعش، ما فيش موالاة. الوضوء فيه موالاة وتتابع، العضو بعد العضو بعد العضو بعد الغسل، سواء كنا في الوضوء او كنا في الغسل على حد سواء، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. هو يقول اختي يعني عندها صور بنات يقول غير مسلمات على هاتفها، والهاتف خاص انا ما اعرفش الصور ايه ضرورتها يعني على الهاتف سواء لمسلمات او لغير مسلمات يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني انا كنت اقول لا باس ان كان يعني دول صديقتها وزميلتها في الجامعه ولا في المدرسه، وهن يعني اصدقاء فتيات محجبات مسلمات عفيفات، لكن تفاجات في الاخر ابننا عبد الرحمن يقول هن اجنبيات غير مسلمات. طب احنا بنعظم الاجنبيات غير المسلمات ليه يعني؟ حتى لو مسلمه وعاريه، ما احنا بنقولها مسلمه وفنانه ومش عارف، لكن ايه عفيفه ومحجبه ومصليه ماشي. نعم. اقول يعني صوره الموبايل صوره ضوئيه ومضيه، ما يعني ليست لها جرم، ليست كالصور الشمسيه الورقيه، فاباحها بعض اهل العلم. انما اذا كان الامر لفاسقات فاجرات
مسلمات ما ينفعش يعني زي ما انت حضرتك قلت المسلمات عشان الوقت احنا خدنا في الوقت فما بالك اذا كانوا اجنبيات. نعم. لا تفعلين هذا يا ابنتي وخلي القرآن أحسن على موبايلك. صحيح. وخلي جزء من السيرة النبوية أحسن على موبايلك وبرامج تذكيرك بالأذكار والقرآن وواء إلى آخره أنفع لك وأفضل. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخونا علي ربنا يكرمه يا رب العالمين. مسألة التشوهات في الجنين 6 أشهر وحدث هذا من قبل والطبيب أو الطبيبة قالوا يعني إن هو يعني مش العلم عند الله إنه مش هيعيش، فهل لهم أن ينزلوا شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد أنا أقول في البداية للأستاذ علي السائل ولابنتنا الزوجة نسأل الله عز وجل أن يعوضكما عن الأول وعن الحال خير العوض إن شاء الله عز وجل. خلي أملكم في الله تبارك وتعالى كبير، ونحن يعني لا نرضى لا ليس أمامنا إلا الرضا بقضاء الله وقدره، فهو يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذه واحدة. الأمر الثاني ننزل الولد ده وهو الآن حمل في مدة 6 أشهر، أقول لا تفعل، لأن هذه جناية. حتى لو ثبت يقينا بشهادة 1000 طبيب أنه في تشوهات وأن هذه التشوهات الخلقية وأنه مش هيعيش هيموت فهيموت، دي ليست في علمهم إنما هي في علم الله عز وجل. وإذا كانوا هم بيقولوا هيموت خلاص اتركوا الأمر لله سبحانه وتعالى يقضي فيه أمره ما دام ليس هناك ثمة ضرر على الأم. إمتى ننزل غصب عننا؟ لو أجمع الأطباء 2 على الأقل من ثقات الأطباء المسلمين إن وجود هذا الجنين بهذه التشوهات ضرر على الأم، فسنغلب مصلحة الأصل يعني الأم على الفرع يعني الولد وهننزله. إنما لمجرد إن هو في تشوهات وهيموت هيموت. طيب أنا هسأل السؤال ده افتراضا، ماذا لو الولد تفاجأنا واتولد بالفعل، المولود ولد بالفعل ولله الحمد وتفاجأنا أن في تشوهات، هل يجوز للأب أن يقتله أو للأم أن تقتله؟ الجواب طبعا لا يجوز إطلاقا، لأن هذه جناية. طيب هو الآن كائن حي لا يجوز أن نعتدي عليه بإسقاطه لأن هذه جناية وسنحاسب عليها أمام الله عز وجل. خلوا الأمر لله تبارك وتعالى وابتهلوا ألا يقع من هذا الحمل أو من هذا الولد ضرر على الأم حتى يقضي الله عز وجل فيه أمره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أمي أرضعت ابن خالي رضعة واحدة حين كان رضيعا وهو الآن له بنت، أريد الزواج بها وهي أيضا رغبة أمي، فهل تحل لي هذه البنت أم لا مع العلم أنها أرضعته رضعة واحدة؟ أفادكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا خايف من قصة الرضع الواحدة دي يا أستاذ أحمد، لأنه كثير من الناس بيلتبس عليه المرة الواحدة يعني رضعة واحدة، مع أنه ممكن في المرة الواحدة اللي الأم أرضعت فيها هذا الولد يكون رضع منها 10 رضعات وهي مش واخدة بالها أن الرضعة أن يمتص الصبي الرضيع ثدي المرأة المرضعة وياخد وبعدين يروح سايب الثدي حر بإرادته، دي واحدة وهي لسه شايلاه، يرجع تاني للثدي يوم ياخد لبن يعني في نفس الجلسة في نفس القعدة هي لسه شايلة على نفس الناحية اليمين ولا الشمال، فياخد رضعة واثنين وثلاثة في الشيلة الواحدة، وبعدين يكون الولد ديني شوية عايز يرضع أكتر تروح نقلها الناحية الشمال يوم واخد مصتين ثلاثة يعني ممكن 5 رضعات المصة والاثنين والثلاثة دي اللي بياخدهم في نفس واحد وبعدين يسيب الثدي دي رضعة، فممكن الولد ياخد 10 رضعات يا أستاذ أحمد في المرة الواحدة. ولذلك أهل العلم بعضهم يقول متى ثبتت الرضاعة بيقين ثبت التحريم. ليه؟ قالوا لأن الأصل في الفروج التحريم والأحوط الوقوف عند هذا الحد. والرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ده مستندهم قوي جدا، الرجل لما جاء حديث الصحيح للنبي عليه السلام وقال إن امرأة عجوز من أهل المدينة زعمت أنها أرضعتني وفلانة زوجته، فالنبي لم يستفصل كم رضعة ولا كم يوم ولا كم مرة، إنما قال مباشرة فارقها. قال يا رسول الله إنها امرأة عجوز، عايز يقول له يعني ممكن تكون فاكرة ولا نسها ما حدش عارف. قال النبي كيف وقد قيل، فأمره بفراقها دون أن يستفصل لا عن مرة ولا عن مرتين خشية ما يقع فيه الناس من الالتباس في احتساب الرضعة على أنها المرة الواحدة. ولذلك أقول لا تفعلوا، قفوا عند هذا الحد، فالأحوط يا ابني البنات غيرها كثير فلا تفعل خشية الوقوع في محظور
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك خير. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان لازم نفصل بس تفصيلة دي. تمام، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش، نفعنا الله بعلمكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. المشاهدين الكرام، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.